نفر جرح. مساء الخير بالفرعوني، مساء الخير على حضراتكم في أيام الأولى من شهر سبتمبر، في أول أيام الأسبوع وبرنامج السفيرة عزيزة. ويا رب إن شاء الله يبقى شهر وشه خير على حضراتكم ويحمل لكم الكثير من الخير والسلام والرخاء، أو زي ما أجدادنا كانوا بيقولوا عنخ أجع سنك. ليه بستخدم الكلمات الفرعونية النهاردة؟ لأن الشهر ده شهر سبتمبر بيؤرخ لمرور 200 سنة على فك رموز الكتابة المصرية القديمة. بنحتفل تحديدا يوم 27 من شهر سبتمبر بتأسيس علم المصريات واللي مر عليه 200 سنة. وعشان كده أطلقت وزارة السياحة والآثار على الموقع الخاص بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة حملتين، الأولى تحت عنوان تعرف على كنز في محافظتك، واللي بتبين أهم وأميز قطع أثرية تم الكشف عنها داخل كل محافظة من محافظات الجمهورية. الحملة الثانية تحت عنوان اللغة المصرية القديمة، واللي بتلقي الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية ومعانيها وما يمثلها في الطبيعة اللي كانوا بيرمزوا لها بإنسان، حيوان، طير، نبات وغيرها من الرموز اللي استخدمت في اللغة الهيروغليفية القديمة. اللي هيتابع صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك هيلاقي إنها بتطلب من المتابعين التعرف على الرموز والكتابات وكمان طريقة نطقها واستخدامها. إحنا قبل ما نطلع الحلقة حاولنا إن إحنا نستخدم كلمات تكون لها معنى ومكانها موجود في السكريبت وفي لغتنا علشان تبقى مش مقحمة، ولكنها يعني جاية في سياق الكلام، ونحاول ان احنا نعود نفسنا على استخدام بعض الكلمات اللي احنا بندرك دلوقتي وبنتعلم مع بعض معانيها، لان اكيد حضراتكم عارفين ان في كلمات تانية كتير احنا بنستخدمها مع اطفالنا وفي حياتنا ومن غير ما نعرف انها اصلها اللغة الفرعونية. الحقيقة انه عكس ما كتير من الناس ممكن تعتقد ان الحضارة المصرية كانت مبنية في او موجودة في الأغلب في مصر العليا أو في صعيد مصر، لكن كل محافظات مصر وجه بحري وجه إبلي موجود فيها أثار فرعونية كبيرة، ومن هنا جت أهمية التعريف والإشارة في الحملة بأن كل واحد يعرف محافظته موجود فيها إيه بالظبط. الحقيقة أنه الحملة مهمة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم هي بتأرخ لمرور 200 سنة على تأسيس علم المصريات. من أول حاجة اللي نشرتها الحملة على صفحتها على فيسبوك وزارة الآثار، أول حاجة نشرتها كانت عن تمثال الملكة ميريت أمون بنت الملك رمسيس الثاني، واحد من أعظم ملوك مصر القديمة، واللي بيعتبر من أهم القطع المعروضة بمتحف الغردقة. كتبت الوزارة عنه أنه تحفة فنية في حد ذاته، وأحد أروع أعمال فن النحت من عصر الدولة الحديثة، وبيظهر المكانة الرفيعة للمرأة الملكة خلال عصر الأسرة ال19. كمان تم نشر بعض الرسومات اللي تم توضيحها من قبل الوزارة، وكتبت في منشور عنها على صفحتها الرسمية: تمثل هذه العلامة مائدة القرابين اللي كانت بتقدم للمتوفى في مصر القديمة، وبتتكون من حصيرة يعلوها أرغفة خبز، وكان بيقدم عليها مختلف أنواع الطعام والشراب كقرابين للمتوفى. بيصور هذا المنظر كمان حاملي القرابين على جدران المعبد الجنائزي للملك ساحاورع. الحقيقة أنه مهم جدا نذكر أطفالنا ونذكر نفسنا بتاريخنا ونتعرف أكتر على الحضارة اللي العالم كله مبهور بيها وبيتكلم عنها، وكتبت كتب كتيرة في عشق وحب وكشف غموض الحضارة الرائعة المبهرة الحضارة المصرية، وما نكونش إحنا كمان مهتمين إن إحنا نعرف أكتر عن نفسنا وعن حضارتنا. كمان كان في توصية بأن الأطفال في المدارس من الابتدائي من وهم صغيرين يعرفوا أكتر ويخصصوا جزء من وقتهم في أنهم يعرفوا حياة المصر القديم كانت إزاي، طقوسه وعاداته، والعظمة دي كلها جت منين وإزاي. إحنا كمان عايزين نقول أن يوم 27 سبتمبر إن شاء الله هيكون في كل المحافظات زيارة للمتاحف
بالمجان علشان الناس كلها تروح وتستمتع وتحتفي بالحضارة الكبيرة العظيمة الحضارة المصرية. بما اننا اتكلمنا عن الولاد والكتب والمدارس، اكيد حضراتكم يعني عارفين ان خلاص ان شاء الله المدارس هتبتدي رسميا في مصر 1 اكتوبر، في بعض المدارس الدولية هتدخل في سبتمبر، يعني خلاص ايام وهيبتدوا ينتظموا في الدراسة. يعني خلاص دلوقتي كل البيوت بتتحضر لصيف خلص وفي انتظام ان شاء الله وحياة مختلفة مع بداية الدراسة. وطالما بنتكلم على بدء انطلاق الدراسة، بينطلق معاها معرض أهلا مدارس اللي هيستمر إن شاء الله لحد يوم 10 سبتمبر الجاي. المعرض بيقدم منتجات كبيرة وكتيرة متنوعة بتخفيضات من 25% كحد أدنى لغاية 50% كحد أقصى. يشارك في المعرض ده أكتر من 200 شركة، والمعرض الرئيسي هيكون موجود في القاهرة تحديدا مدينة نصر، واللي افتتحه رئيس الوزراء يوم الخميس اللي فات، وبيقام على مساحة 6000 متر مربع. بقية المعارض اللي موجودة بتغطي كل أنحاء الجمهورية من خلال حوالي 800 معرض وشوادر ومكتبات تابعين لمعرض أهل المدارس، وكل المنتجات موجودة بجودة مصرية عالية، بتشمل بقى من أول الشنط للأحذية للأدوات المكتبية، كمان في منتجات غذائية بتقدمها شركات تابعة لوزارة التموين. المعرض مش بس بيقدم تخفيضات على المنتجات دي كلها، لا كمان في خدمة تقسيط بنكي للتخفيف عن كاهل الأهالي اللي كله بيبقى شايل هم المصاريف اللي بتيجي بقى مع دخول المدارس، سواء مصاريف المدرسة اللي طبعا ابتدت تدفع من الشهر اللي فات يمكن، لكل بقى مستلزمات الدراسة. تقريبا في حوالي 6 بنوك بتشارك في الخدمة دي علشان توفر خدمة تقسيط للأسر اللي هتروح تشتري من معرض أهلا مدارس. خلينا نعرف أكتر عن المعرض والخدمات اللي بتقدم من الأستاذ أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة ووزارة التموين، اللي بينضم لينا هاتفيا. مساء الخير يا أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير على حضرتك وجميع السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير. يعني نبتدي الأول، إحنا قلنا الحاجات اللي موجودة في المعرض، الشنط المدارس، شنط المدارس والأحذية والكتب، هل في حاجة فاتتنا ما ذكرناهاش ممكن حضرتك تنوه عنها؟ بالظبط يا فندم، هو في 5 قطاعات داخل المعرض. ايوه، قطاع الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، تمام، في قطاع الأحذية والشنط سواء مدرسية أو رياضية، في قطاع الأغذية كمان، في قطاع أيوة. الكمبيوتر واللابتوب واكسسواراته مستلزماته يعني، ايوه، في قطاع الملابس بقى، وده الأساس طبعا ملابس المدارس، صحيح، فدي مهمة جدا يعني يا فندم، دي اللي هي القطاعات الرئيسية اللي بيقام عليها هذا المعرض السنة دي. تمام. خلينا نتفق على حاجة بس حضرتك، إن المعارض فايدتها إنها بتظهر القدرات الذاتية للبلد، وتوجه رسالة قوية إن توجد صناعة مصرية عظيمة يجب أن نفخر بها. لكن تتخيل يا فندم إن أكثر من 70% من العارضين منتجاتهم مصرية الصنع 100%. ودي حاجة جميلة جدا. أشاد بها فخامة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء، بل وأثنى كمان على كده، وطالب بزيارة المنتج المحلي في المنتجات المعروضة إن شاء الله السنة الجاية كمان. جميل، والمعرض شكله بصراحة رائع ومنظم جدا. طب أنا بس هسأل حضرتك على حاجة، في بعض الناس لما بتشوف إنه معرض معمول على المساحة دي بالكم ده وتخفيضات بالشكل ده والصناعة محلية، بيبقى فيه تخوف معرفش ليه عند البعض انه ممكن ان الحاجه ما تبقاش فيها جوده عاليه، الشنطه مش هتكمل معانا لاخر السنه، الحاجه مش يعني كما يجب زي الحاجه المستورده، فلو ممكن حضرتك تكلمنا اكتر عن الخامات والمعروضات وجودتها. طب انت عارفه حضرتك احنا شغالين في التجهيز للمعرض ده من حوالي اكتر من شهرين او شهرين ونص. لاختيار العارضين، لاختيار المنتجات بتاعتهم، احنا بس حضرتك مش بنختار الاسعار المخفضه، احنا بنختار الجوده ثم الجوده. جميل. نسبه الخصم زي ما حضرتك اشرتي هي لن تقل عن 20%، بل بالاكثر العارضين كلهم عارضين تقريبا، يعني يمكن 90% منهم عارضين 30%، وفي نسبه كمان منهم عارضين 50 و60% للساده المواطنين. فده من ناحيه السعر، من ناحيه الجوده دي لا، احنا اخترناهم بعنايه جدا، لان ده معرض قدرات البلد يا فندم، لازم كل مواطن يفخر بالصناعه بتاعته. احنا زمان على ايامنا، معلش احنا ناس كبيره في السن شويه، كنا بنحلم ان القلم الرصاص يتصنع جوه مصر. دلوقتي يا فندم اصبحت حقيقه واقعه. الجلود يا فندم بقت تصنع جوه مصر، الاحذيه والحاجات دي والشنط والاحزمه
كل يا فندم بيصنع جوه مصر وبجوده عاليه، بل بالعكس كمان بقى يصدر كمان للعالم الخارجي. فدي صناعه احنا يجب ان نفخر بيها. صحيح. طب انا كنت عايزه اسال برضو حاجه مهمه، زي ما بنطمن على جوده المنتج عايزين نتكلم عن التسهيلات، يعني غير التخفيضات اللي مشكورين كل العارضين يعني مع اختلاف النسب بيقدموها للزائرين، فكره مشاركه 6 بنوك بتقديم خدمه التقسيط للي عايز يشتري حاجات بالتقسيط، خصوصا لما نتكلم هنا بقى على الحاجات الاغلى شويه اللي هي ممكن تبقى زي ما حضرتك ذكرت اجهزه الكمبيوتر والتاب والحاجات دي. ممكن نعرف ايه الخدمات تحديدا؟ يعني هل في فايده التقسيط لغايه قد ايه؟ في اي شروط؟ هو عطفا على كلام حضرتك يا فندم، يمكن الجديد السنه دي في المعرض دوت ان في تم انشاء بارتيشن خاص لذوي الهمم. يمكن حرص معالي دوره رئيس مجلس الوزراء على زياره هذا القسم بالتحديد، واثنى على منتجات ابنائنا. والجميل كمان في الامر ان ابناء دولت اللي هم ذوي الهمم دول ابطال رياضيين، يمكن دوله معالي مجلس الوزراء اشاد بيهم وطالب بدعمهم اكتر كمان عشان يبقى السنه الجايه لهم بارتيشن 2 و3 ان شاء الله. الحاجه الثانيه زي ما سالتك اشرت كده ان بالتعاون مع البنك المركزي المصري استطعنا الحمد لله بالتعاون بيننا وبين جميع الساده الزملاء ان يعني احنا نجيب 6 بنوك يا فندم موجوده داخل المعرض السنه دي. انا مش عايز اقول الاسماء. البنوك ديت حاطه ماكينات صرف الي داخل المعرض. كمان الجميل ان هم جايبين ماكينات فيزا للشركات العارضه علشان اي مواطن عنده كارت فيزا يقدر يشتري متطلباته بالكارت فيزا بتاعه. تمام. الحاجه الثانيه كمان الجديده يا فندم ان في شركات خدمات ماليه موجوده داخل المعرض بتقسط للساده المواطنين. وعلى سبيل المثال لو مواطن مثلا مش مشترك في الشركه اللي هي بتقسط ديت، لا ده بيروح عندهم في المعرض وبيعمل الابلكيشن وهو واقف وبيتم تفعيل الكارت بتاعه وهو واقف. يعني بص حضرتك مدى السهوله واليسر اللي بيتعاملوا بيها داخل المعرض. فدي خدمات جميله جدا انا بقسم بيها على هذه الشركات والمجهود اللي اتعمل بيها. والتقسيط على فكره بيبقى لمده 12 شهر بدون فوائد. انا باكد على دي مهمه جدا. بالظبط. بدون فوائد يا فندم لمده 12 شهر. يمكن كمان البنوك على فكره الموجوده داخل المعرض بتدي لعملائها، انا مش عايز اقول اسماء برضه عشان ما يبقاش دعايه، بتدي لعملائها تقسيط على مشترياتهم برضه لمده 12 شهر بدون فوائد. رائع. طب ده يعني ده حاجه هايله بصراحه. طبعا يا فندم طبعا. فدي كلها حاجات جديده السنه دي في المعرض بصراحه ما كانتش موجوده قبل كده. احنا كل سنه بنطور من نفسنا، كل سنه بتجيب حاجات جديده، وهدفنا حاجه واحده بس، رضا المواطنين والتيسير عليهم، لان الهدف من المعرض اساسا هي التيسير على الساده المواطنين. صحيح. طيب يعني المعرض تم افتتاحه يوم الخميس اللي هو اول سبتمبر، والمفروض انه يمتد ل 10 سبتمبر، هل في اي احتماليه انكم تطولوا المده شويه، خصوصا ان لسه شهر على دخول المدارس، ممكن الناس ما تكونش لحقت لسه تزور المعرض وتشتري كل اللي محتاجاه؟ طيب ده يا فندم ده المعرض الرئيسي اللي بيقام داخل نطاق محافظه القاهره، ولكن زي ما حضرتك اشرتي في السابق ان في 23 معرض رئيسي في المحافظات. تمام. ده مستمرين يا فندم، بالاضافه ل 119 معرض فرعي كمان موجودين، بالاضافه للشوادر 33 شادر، بالاضافه لاكثر من 20 قافله متحركه. دول موجودين حتى بعد 10 سبتمبر. طبعا يا فندم. تمام. دول مستمرين يا فندم، ما تقلقوش يعني، بس احنا بنطمن الساده المواطنين من خلال برنامج حضرتك المحترم. لا يا فندم، انت اي محافظه انت بتنتمي ليها، لا موجود يا فندم هناك في معرض فرعي وفي معرض رئيسي، روح اشتري مفيش مشاكل. جميل. بنشكر حضرتك وبنشكر من خلال حضرتك كل القائمين على المعارض، سواء المقامه في يعني في ارض المعارض او في الشوادر او المتحركه كمان، لتقديم الخدمه على المواطن، وخصوصا موضوع التقسيط بدون فوائد، التخفيضات. بنشكر كل العارضين طبعا على تقديم هذه الخدمه اللي بالتاكيد هيستفيد منها قطاع مش قليل. استاذ احمد ابو الفضل مدير عام الرقابه بوزاره التموين، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه انه خبر حزين تابعناه امبارح هو وفاه المخرج المصري المبدع علي عبد الخالق. الفنان الكبير علي عبد الخالق توفي بعد صراع مع مرض السرطان، والنهاردة أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. كان في وداعه عدد كبير من الفنانين ومن أصدقائه ومحبيه. المخرج الكبير علي عبد الخالق
صحيح رحل عن عالمنا، لكنه ترك وراه إرث كبير جدا من الأفلام، العلامات تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، من المسلسلات اللي مثلت أيضا يعني حجر أساسي لما نتكلم عن الدراما المصرية وعن تأثيرها وعظمتها، من الأعمال المميزة جدا اللي يعني أخرجها الفنان الراحل المخرج الكبير علي عبد الخالق. فيلم تناول الصراع العربي الإسرائيلي زي أغنية على الممر، أيضا إعدام ميت، بئر الخيانة، يوم الكرامة، كلها أفلام يعني مميزة جدا ومؤثرة جدا في تاريخ السينما. كان المخرج الراحل علي عبد الخالق فخور جدا بالأعمال دي بالذات، لأنه كان شايف أنها بتؤرخ للأجيال الجاية على تاريخ الجيش المصري وما قدمه من تضحيات. المخرج الكبير علي عبد الخالق ربنا يرحمه، واكيد الكل بيتذكر اعماله وبيدعو له بالرحمه وخالص التعازي لاسرته ومحبيه وزملائه. الله يرحم المبدع الكبير علي عبد الخالق، يعني بجد افلام ولا اروع، أفلام مؤثرة جدا ورائعة رائعة، الله يرحمه يعني الحقيقة قدم لنا أو ساب لنا كنوز. بينضم لنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أشرف شرف، اللي كان آخر ظهور صحفي المخرج الراحل علي عبد الخالق معاه من خلال سلسلة من الحوارات. مساء الخير. مساء الخير يا استاذه شيرين، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اولا تمام. انا بعزي يعني محبيه واسرته وكل يعني كل رفقاء رحلته كمان. صحيح. يعني مخرج حقيقي، مخرج كبير جدا ومهم جدا في تاريخنا السينمائي. ساب علامات زي ما حضرتك قلتي، سواء في افلام ليها علاقه بالصراع العربي الاسرائيلي، او افلام مجتمعيه ليها علاقه بظواهر اجتماعيه مهمه زي العار وجريمه البيضه والحجر، الخبر البيضه والحجر، فكره الدجل والشعوذه وسيطره الدجل والشعوذه على افكار الناس، حاجات كبيره جدا، علامات كبيره جدا. كان ليا انا الحظ ان انا شرفت ان انا عملت معاه سلسله حوارات مؤخرا، يعني تقريبا اخر ظهور صحفي من حوالي شهرين. كلمته اطمن على صحته اولا، وقلت له انا السنه دي بنحتفي بنصف قرن على انتاج فيلم، اول فيلم حربي بتاريخ السينما المصري، وهو اغنيه على الممر. فاحكي لي كواليس، وقال لي الفكره دي حلوه قوي، يعني فكره ان انت تدور على انه 50 سنه والفيلم ده عايش والناس لسه ما زالت بتشوفه بانبهار غريب رغم التواضع. الامكانيات طبعا الفرق كبير جدا، انا عندي دلوقتي امكانيات السينما حاليا عن السينما زمان، انما فيلم عمله عشان يعيش، وانه فيلم كان فيه اخلاص شديد جدا. الفيلم من الاسرار اللي هو قالها لي انه الفيلم يعني شارك في انتاجه هو ورفقاء جيله زي الاستاذ محمود مرسي والاستاذ محمود ياسين ومديح كامل، دخلوا لم يتقاضوا 20% من اجورهم فقط، وهم كانوا نجوم ملء السمع والبصر كمان يقولوا في الامثال يعني. ومؤسسه السينما دخلت بالديكورات والماده الخام للفيلم، كان في ماده خام ما كانش في ديجيتال زي دلوقتي طبعا. ايوه. فالفيلم يعني السيناريو كان اول افلامه روايات طويله، وكان في معاناه طبعا انه فيلم اول فيلم روائي طويل، لدرجه ان في المؤسسه العامه للسينما وقتها قالوا له طب اعمل فيلم عادي الاول وبعدين نشوف شطارتك. انت جاي تعمل فيلم حرب ازاي؟ بتبتدي بالصعب. انت ازاي جاي تعمل فيلم حرب واحنا ما عملناه، والسينما المصريه ما فيهاش ولا فيلم حربي. قال لهم انا جاي من خلفيه عسكريه، وانا كنت عامل افلام مهمه جدا في الافلام حققت جوائز بره، وهو تقريبا المخرج المدني الوحيد اللي عمل فيلم انتاج للمؤسسه العسكريه اسمه رجال وسلاح، وتم عرضه في مهرجان في باريس كان اسمه افلام باريس العسكريه، وامريكا خدت الجائزه الاولى، ومصر خدت الجائزه الثانيه، وباريس المنظمه لهذا المهرجان لم تاخذ، وده من الاسرار اللي كان اول مره يقولها في حياته. وكان حديث العالم كله وحديث الصحافه في مصر
وتم تكريمه من قبل القيادة العسكرية وقتها، وتم تكريم كل العاملين في هذا الفيلم. ومن هنا بدأت انه يبقى عنده طموح ان يتكلم عن معاناة الجنود ومعاناة الضباط ومعاناة الشارع المصري وانتظارهم لنصر اكتوبر العظيم. يعني صحيح، الفنان الكبير كان شايف مشواره وانتاجه كله ازاي؟ كان راضي عنه؟ كان شايف ان هو فعلا اثر وساب بصمته الخاصه في عالم السينما؟ اولا هو ما هو تقريبا من المخرجين القلائل اللي ما حدش فرض عليه حاجه، كل افلامه ومشاريعه بدات من عنده سينمائيا. فده دي قال اكيد راضي 100%. انا ما سالتوش السؤال ده، بس انا استنتاج لحواراتي معاه متاكد من ده، لان هو كان بيشارك في الكتابه. يعني فيلم اغنيه على الممر هو مشارك كتابه السيناريو والحوار مع الكاتب الكبير الراحل مصطفى محرة عن مسرحيه بتحمل نفس الاسم للكاتب الكبير علي سالم. فاكيد هو كل قناعاته، وهو كمان كان بيكتب لانه اربعه في مهمه رسميه ده تاليفه، الفيلم البديع بتاع احمد زكي وغيرها، والساده المرتشون ده برضه تاليفه. يعني اعتقد ان كل الخيارات والافلام السينمائيه اللي هو عملها افلام هو راضي عنها، لانها هو شريك اساسي فيها في صناعتها. يعني مش حد جاب له فيلم فقال له تعالى اخرج، لا هو داخل في الحكايه من الاول للاخر. فاعتقد ان هو راضي تماما عن مشواره. يعني هو مخرج صاحب يعني زي ما بيقولوا كده انه كان يدخل في اي حاجه يجيب اخرها، يحلل الظاهره من اولها. يعني مثلا تجاره المخدرات في السيف والعار وعمل المزاج وعمل الوحي، كل ده بيحاول يفهم الظاهره دي كانت عامله ازاي، وبيوصل من اولها لاخرها، يحلل المجتمع في اللي بيتعامل مع ظاهره انتشار المخدرات ازاي. ده تحليلاته للمجتمع طول الوقت. واعتقد ان هو لما قال لي من الاسرار الغريبه انه لما فيلم اغنيه على الممر حقق نجاح كبير جدا وخد جايزه مهمه من كارلو فيفاري اللي هو اهم خمس مهرجانات في العالم. يعني هو تقريبا المهرجان الثالث بعد كان وبرلين وقتها. رجع قناعاته مختلفه، قال انا عايز اعمل سينما للناس مش سينما للمهرجانات والنقاد. قلت له ازاي بعد هذا النجاح، يعني والنجاح الكبير، ان انت عايز ترجع للناس؟ قال لي لان انا بعمل سينما، اتربيت على السينما للناس وانه اخد من الناس واديهم سينما. طب ايه ابرز حاجه لفتت نظر حضرتك في مجموعه الحوارات او السلسله اللي اعتقد انها هتتحول الى كتاب اذا ما كنتش غلطانه؟ لا صحيح. ايه ابرز المعلومات او المفاجآت اللي ظهرت في الحوارات الطويله او في سلسله الحوارات دي استوقفتك شخصيا كصحفي؟ يعني انا يعني شايف ان هو مخرج غير تقليدي، ان هو كل ما يحقق نجاح في حاجه يدور على حاجه جديده، ما كانش ثابت على حاجه، ما بيستثمرش يعني نجاح فيلمه فيكرره في اللي جاي في حاجه ثانيه. يعني فكره انه انت دايما النجاح في السينما وتحديدا، يعني تلاقي ممثل نجح في كاركتر او مخرج نجح في لاين بيبقى مكمل فيه للامان، هو أيوة. طول الوقت بيدور على جديد، انه يطلع من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه. ف يعني وهو من بيبدا في الحاجه ويجيب اخرها، زي ما قلت حضرتك مثال على افلام اللي هي مرتبطه بتجاره المخدرات وقت انتشارها في مصر في الثمانينات والستينات. فاعتقد ان هو مخرج مختلف. يعني هو من كان عاملين مجموعه، هو رأفت الميهي والمخرج الكبير محمد راضي والناقد الكبير الراحل سمير فريد يعني كانوا عاملين سينما اسمها السينما الجديده، وهم عملوا سينما جديده فعلا، غيروا مصطلح السينما واثبتوا انه في مخرجين بفكر مختلف، مخرجين شباب وقتها بفكر مختلف، عملوا سينما غير السائده. انت عارفه وقت ظهورهم كان وقت النكسه، كان في سينما اللي هي الكوميديه، وكان في سينما اللي هي الافلام الخفيفه اللي هي مرتبط اللي هي ما بتعبرش عن هموم المجتمع. هم عملوا لاين جديد تماما عبروا فيه عن مشاكل واراء وازمات الشارع. طب حبه للسينما ده ما منعوش ان هو يروح للتلفزيون ويعمل مسلسلات. قال لحضرتك النقله دي جت منين؟ لان احنا طول عمرنا بنشوف من سواء ممثلين او مخرجين
دايما اللي بيحب السينما قوي ما بيعرفش يتعامل مع الفيديو، او ما بيلاقيش نفسه قوي في الفيديو. هو النقلة دي راح لها مضطر ولا راح لها عن قناعة وعايز يجرب برضو؟ لا هو راح لها عن قناعه، هو ما كانش مضطر لحاجه. هو عمل 3 مسلسلات في حياته في رصيده، اللي هو نجمه الجماهير، وبعد كده اولاد عزام، وبعد كده البوابه الثانيه ده في 2009. تمام. 3 مسلسلات تصوير سينمائي، ما كانش تلفزيوني اصلا. فهو رايح للتلفزيون بتكنيك السينما، فمش مضطر. وهو في مسلسلين، لانه نبيل عبيد من اقرب الناس لي، فمسلسلين لنجمه يعني النجمه الكبيره طبعا نبيل عبيد مع حفظ الالقاب. فيعني فهو رايح وهو حابب التجربه وحابب الحكايه. والبوابه الثانيه برضه بيتكلم عن الصراع العربي الاسرائيلي، فهو برضه نفس المنطقه اللي بيتكلم فيها في السينما، وحبه للمنطقه دي وفكره الصراع الدائر طول الوقت. طب سؤال، هل هو كمخرج، بما ان حضرتك ذكرت ان هو يعني كانت الفنانه نبيلة عبيد ليها مكان عنده، هل هو كان من نوع من المخرجين اللي بيرتبط بالفنان؟ يعني هو شفنا له اكتر من عمل مع الفنان مثلا احمد زكي، نفس الحكايه مع الفنانه نبيلة عبيد مع العظيم الراحل محمود عبد العزيز، ولا هو ما كانش ليه زي ما بيقولوا تيم او مجموعه اللي بيعمل معاها طول الوقت؟ هو برضو كان بيغير وبيجرب. هو كان بيغرب طول الوقت وبيغير، وهو هو طبعا اقرب الناس. يعني الافلام اللي عملها مع الاستاذ محمود عبد، مع الكاتب الكبير محمود ابو زيد، زي أيوة. زي البيضه والحجر والكيف والعار وجري الوحوش. انا الاستاذ محمود ابو زيد برضه شرفت ان انا عملت معاه حوارات، فقال لي ان هو البطل الاول في حياته وفي خياله اصلا كان محمود عبد العزيز. حتى البيضه والحجر ده كان مرشح الاول محمود عبد العزيز، واختلف معاهم في بعض الاشياء. يعني هو ده من الاسرار اللي قالها لي الاستاذ محمود ابو زيد، انه ما كانش استاذ احمد زكي هو الترشيح الاول، ما كانش مرشح الاول، او اعتذار محمود عبد العزيز فجه مكانه احمد زكي. تمام. طب اخر سؤال، يعني احنا عرفنا انه المخرج الكبير علي عبد الخالق وقف مره واحده امام الكاميرا كممثل، هل قال لحضرتك اي حاجه عن التجربه دي؟ ايه كانت سببها؟ فيلم الكافير كان عايز يجرب نفسه في السينما، وكان بيعمل مقتنع بنفسه ولا لا؟ كان راضي فيه. يعني هو ما بيعملش حاجه وهو مش راضي، يعني هو ما بيضطرش يعمل حاجه. يعني هو بيعمل دور ملحل عسكري، وكان قريب للشبه والتفصيله الجثمانيه، يعني التفاصيل وكده، وجرب نفسه في فيلم يعني ما حققش النجاح الكبير، بس خد التجربه، ليه صداه. يعني احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على انضمامك لينا، الكاتب الصحفي اشرف شرف، وعلى المعلومات اللي اديتها لنا من خلال حواراتك مع الكاتب، مع الراحل الفنان والمخرج الكبير المبدع علي عبد الخالق رحمة الله عليه، ربنا يرحمه. ومصر دايما غنية بولادها وبيشرفوها في كل المجالات، واللي بيبقوا بأعمالهم المؤثرة والعظيمة اللي كان الإخلاص وراها وورا استمراريتها بإذن الله. واحنا بنتكلم على الإخلاص والعمل، دايما في هذا البرنامج بنشير وبننور على أهمية المجتمع المدني، وأن يكون ماشي كتف بكتف مع كل مجهودات الدولة. في تقريرنا اللي جاي ده احنا بنتكلم على واحد من أبرز مناحي التعاون بين جهات مختلفة في المجتمع المدني، بروتوكول تعاون بين بنك الطعام المصري ومؤسسة مؤمنة كامل، عبارة عن 7 ملايين جنيه لتوزيع 2267 كرتونة شهريا لدعم مشروع تغذية المرأة المعيلة. التعاون ده بيشمل مساهمة في تقديم الخدمات المجتمعية المساعدات الإنسانية من خلال مشروع تغذية المرأة المعيلة اللي بيتبناه بنك الطعام، وبيأتي ضمن الاستراتيجية العامة لبنك الطعام لتوفير غذاء صحي للفئات المستهدفة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن البروتوكول ده في تقريرنا التالي. تحت شعار اطمني انت مش لوحدك،
بروتوكول تعاون بين بنك الطعام المصري ومؤسسة مؤمنة كامل للمساهمة في مشروع تغذية المرأة المعيلة. اللي احنا بنعمله النهاردة ده في صميم اللي احنا عايزين نعمله كبنك الطعام، ان احنا بنعمل اتحاد للعمل مع العلم لخدمة الإنسان. طبعا سعيد ومتشرف بالتعاون ده النهاردة، وده يمكن جزء هقول صغير جدا من الدولة المصرية بكل أطيافها بتعمله عشان نقف جنب المصريين في هذا الوقت. طبعا بنك الطعام المصري بصفته كمان عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احنا تعهدنا ان احنا نغطي 600,000 أسرة، وده يمكن يعني جزء من ده. ان احنا النهاردة ان شاء الله مع مؤسسة مؤمنة كامل احنا هنغطي حوالي 2300 أسرة مصرية من السيدات من المرأة المعيلة. احنا بندرس كويس جدا الوضع التغذوي الحالي لهذه الأسر، وبنقفل الفجوة التغذوية ببرامج مصممة بكل دقة لحالة هذه الأسرة تحديدا، من حيث احتياجهم من السعرات، احتياجهم من بروتينات، من المواد الدهون، من المواد النشويات، من حتى الفيتامينات والمعادن، فبحيث ان احنا يبقى عندنا أسرة مصرية سيدة وأطفالها في حالة من النشاط والصحة والحيوية يقدروا فعلا يبقوا منتجين ومطمنين في المجتمع المصري. الشراكة لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات الغذائية، ولكن تضمن أيضا برامج توعوية للفئة المستهدفة. النهاردة بنتكلم عن المبادرة. المبادرة دي عبارة عن دعم ما تقوم به الدولة حقيقة، اللي هي مهتمية بالمرأة المعيلة، لأن المرأة المعيلة هي أمان الأسرة المصرية، أو المرأة عامة هي أمان الأسرة المصرية، ما بالك بقى الأم اللي هي عندها مسؤولية إطعام الأسرة والاهتمام بتغذية الأسرة. فعشان كده إحنا ابتدينا نفكر بدعم المرأة المعيلة اللي عندها أطفال وعندها احتياجات غذائية حتمية لازم تصل إليها. كنا لازم نعمل شراكة مع برضو بعض المؤسسات المهتمية بالتغذية. فأول طبعا حاجة فكرنا فيها اللي هي مؤسسة بنك الطعام، لأن احنا عارفين إنها بتقدر تصل بالطعام في ظروف كويسة مظبوطة إلى مستحقين. عادة لما بنقول عندي إحساس بالذنب، الواحد بيفسره بشكل سلبي. كل حاجة في الدنيا ممكن تبقى فيها إيجابية، وخصوصا لما نبص لها بطريقة معينة. الإحساس بالذنب ممكن يخليك تعيد تقييم نفسك، تعيد تقييم الموقف، وتتجه اتجاه مختلف. والإحساس بالذنب ممكن كمان يشلنا ويخلينا مش عارفين نعيش حياتنا ومش عارفين نتصرف. أنا مش بتكلم على أي حد أو أي شخص عادي، أنا بتكلم هنا عن إحساس الأب والأم بالذنب ناحية ولادهم. إزاي يعني شعورهم بالتقصير، شعورهم إن هم أخطأوا، وفي منهم ما بيعرفش يعتذر. يعتذر لولاده مش عيب. حتى الطفل الصغير مهم جدا لسلامة نفسيته وسلامه الشخصي إن لو أبوه أو أمه غلطوا في حقه، على قد مخه وعلى قد سنه يعتذر له، علشان ده بيساعد في ان هو ينمو شخص سوي. النهارده هنتكلم عن سيناريوهات مختلفه للاحساس بالذنب عند الاب والام اللي بيربوا في اليومين الصعبين قوي دول. الله يكون في عون كل حد بيحاول ان هو ينشئ ولاده تنشئه سليمه سويه. نورانا الاستاذه شيرين لويس، اخصائي نفسي وتربوي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. أنا هعرض على حضرتك سيناريوهات مختلفة وحضرتك ساعدينا فيها. اتفضلي. نبتدي من أول حاجة، إحساس بالذنب ناحية الولاد، إن أنا كأم أو أنا كأب مش بقضي وقت كافي معاهم لسبب إن أنا بشتغل، أو بشتغل جوه البيت أو بره البيت على فكرة. ما عنديش خلق، بزهق. المهم المحصلة النهائية إن الولاد ما كونوش أي ذكريات واضحة عن علاقتهم بيا، وبالتالي أنا في آخر اليوم أو في موقف ما أو لما بشوف أب أو أم تانين علاقتهم بولادهم أحلى بحس بالذنب. بالظبط. أعمل إيه؟ هو أنا بشكرك جدا على المقدمة، لأنه الإحساس بالذنب والتقصير هو إحساس بيفضل ملازم كده لكل الآباء والأمهات. يعني مش فاكرة إني في أي مرة اتكلمت مع أي أب وأم إلا وإذا كان ده إحساس فعلا.
وهو احساس بيتولد مع ولاده اول طفل، يعني لانه مع ولاده اول طفل انا الام اللي جوايا والاب اللي جوايا ده بيتولدوا كده يعني بيكبروا كمان مع اطفال، فهو بيفضل احساس كده طول الوقت ملازم لينا زي ما حضرتك تفضلتي بانه لو ما قضيناش وقت كفايه معاه، لو كنا حاسين ان هم محتاجين حاجه واحنا مش قادرين نجيب، لما بنشوف بقى اللي حوالينا ونبتدي نقارن، ودلوقتي السوشيال ميديا بتساهم بشكل كبير في فكره المقارنه دي، انه انا ليه ولادي مش في المدرسه الفلانيه، انا ليه ولادي مش بيلعبوا اللعبه الفلانيه، انا ليه ولادي مش هم اللي اعضاء في النادي الفلاني، فبيفضل كده احساس ملازمنا طول الوقت وكاننا عايزين نعمل كل حاجه ونظبط كل حاجه في الحياه، ولما في حاجه بس بتفلت مننا بنفضل على طول حاسين بهذا الذنب. حضرتك قلتي لي قبل الهوا انه لما حضرتك تقعدي مع اولياء امور ما بيتكلموش عن الوقت وعن الحب وعن الذكريات، اول حاجه بتقصد لذهنهم فكره الاحتياجات الماديه. بالظبط. فخليني طيب هحط سؤالي على جنب وابتدي بموضوع الاجابه دي، ليه اول حاجه عند الاب والام هو الامان المادي مش الحب؟ هل الحب عند الاب والام ان انا ابقى مكفيه اكل وشرب ومدارس ولبس وهو ده الحب، ولا احنا فاهمين غلط ولا ايه؟ دايما الاهل لما بيتسالوا بيجاوبوا على هل انت بتحب اولادك، حتى لو بسال السؤال عن المشاعر نفسها. ايوه. هل انت بتحب اولادك؟ فدايما يقولوا طبعا انا بحبهم جدا، انا بشتغل كتير جدا عشان ادخلهم المدرسه الفلانيه، اشترك لهم في النادي الفلاني، اجيب لهم اكل صحي، اخليهم يعملوا الحاجات الفلانيه. بس مثلا بيغيب كتير عن ذهن الاهل او بيعتقدوا انها رفاهيه زياده او لا ما عندناش وقت للحاجات دي، انه نقضي معاهم وقت، ان انا احضنهم زي ما حضرتك كنت بتقولي، ان انا اقول لهم انا بحبك. وساعات ده كتير بيبقى راجع للطريقه اللي احنا تربينا بيها، انه كل ما كنا بنركزين على فكره انه طالما تمام احتياجاتهم الماديه متغطيه، بياكلوا بيشربوا بيدرسوا بيتعلموا وبيلعبوا رياضه وبيلعبوا عندهم هوايه بيروحوا يعملوها، لكن تقضيه الوقت مش بتكون من اولوياتنا. الكلام مع اولادنا مش بتكون من اولوياتنا، احنا نسال اولادنا عن رايكم او انتم محتاجين ايه بالاساس. مش بتكون من اولوياتنا، احنا بنعمل اللي احنا شايفينه مظبوط من وجهه نظر اللي تربينا عليه. ولاننا اهالينا كانوا على قدر من بساطتهم، ودي الطريقه اللي كانوا فعلا بيقدروا يوصلوا لنا بيها الحب، ان هم يكفوا احتياجاتنا الجسديه، لكن احنا شويه مش بنفكر قوي في الاحتياجات النفسيه او المعنويه اللي ليها علاقه بالطفل، مع انه يعني لو بقول للاب انه اولادك ممكن يكونوا محتاجين الساعه اللي انت هتقضيها معاهم عن انك تبقى بتزود شغلك او بتزود دخلك من بره البيت، بيرجع الاب يقول لي لا انا مش هقدر اعمل ده. وانا كمان برجع للمقدمه اللي حضرتك بداتي بيها، ان اكيد التفاصيل الحياه دلوقتي صعبه، عشان كده بقول يلا نسهلها على نفسنا. احساسنا بالذنب والتقصير مش بيساعدنا ان احنا نسهل الحياه، بيساعدنا ان احنا نصعب الحياه اكتر شويه. هل لو انا بيني وبين ابني او بنتي الرابطه دي اللي هي بقعد معاهم نص ساعه في اليوم، مش هقول حاجه كبيره قوي، بس بنقعد نتناقش في اي حاجه، نتكلم في اي حاجه، بس بعمل رابطه بيني وبينهم، هل هنا لو طلبوا مني طلب مادي مش في قدراتي او هيمثل عبء عليا بشكل او من الاشكال باي شكل من الاشكال، وانا قلت اني مش هقدر اعمل ده، هل هنا هيبقوا حاسين ان انا مقصر كولي امر، ولا هيبقى في استيعاب عشان بس نخفف الاحساس بالذنب عن الاهالي؟ هما الولاد بيفكروا ازاي لو في رابطه حلوه عاطفيه؟ يعني لو في رابطه عاطفيه الاولاد بينفع تستوعب كل حاجه في الدنيا، بينفع تستوعب انه انا مش هقدر اعمل ده دلوقتي، او بكل بساطه انا دايما بقول للاهل قولوا قدراتي الماديه ما تسمحش، وده مش عيب ابدا، ده بالعكس، يعني لو بنسمع في امثله كتيره من حتى اغنى اغنياء العالم بيقولوا انه احنا وبنربي الولاد كنا بنحدد للولد يشتري برقم معين، يعني ميزانيه معينه، باخد ابني مثلا السوبر ماركت واقول له انت هتختار حاجه بالرقم ده، مش معناها ان انا مش معايا، معناها ان هو كمان يفهم فكره الحدود، لان دي حاجه
مهمه لحياته ومهمه لتربيته لما يكبر، ان هو يكون فاهم ان مش كل الحاجات هتبقى متاحه في كل الاوقات، لان في اولاد بعد شويه الاحساس ده بيجي معاها بالعكس، بانه انا محتاج ده وانت تصرفي، او بيقولوا لاهاليهم انا محتاج ده وانتوا دوركم اصلا ان انتوا توفروا لي احتياجي ده واتصرفوا خلاص. الرد ده بيكون عند الطفل اللي ما فيش رابطه عاطفيه بينه وبين اهله، وهو شايفهم مكنه صرف آلي يعني، واللي ما تقلوش لا، يعني واللي ما تقلوش لا، لانه حتى في احنا كده في علم النفس عندنا حاجه اسمها للاطفال في التربيه اسمها فيتامين لا، انه مهم انه يتقال للاولاد من وقت للتاني لا ده مش مناسب. الطفل مثلا اللي عمره 4 و5 سنين، وده انا بشوفه مع اهالي كتير، معاه موبايل ثمنه الاف الجنيهات. اولا الموبايل ده هو مش احتياج، ثانيا هو هيضره مش هيكون بيفيده، كميه الالعاب والحاجات اللي هيبقى بيعملها عليه هتخليه بيفقد التواصل مع كل اللي حواليه، فده ما بيخليناش ابدا نبقى بنساعد اولادنا، فاحساسنا بالذنب والتقصير بيبقى بيزيد، لانه كل ما كنا مركزين على الطلبات الماديه فقط ده بيخلينا عايزين كاننا بندخل جوه عجله الحياه بكل صعوبه، ومش بيخلينا نقضي وقت كفايه مع اولادنا، وممكن يكون اصلا احتياج اولادنا هو احتياج نفسي ومعنوي اكتر من انه احتياج مادي بنبص عليه. طب نتنقل للسيناريو التاني، بما اننا داخلين على المدارس، العصبيه، يعني ان انا ما بقضيش وقت، ادي دي حاجه. طيب الحاجه التانيه العصبيه، ودي عاده الام بقى اللي بيبقى عندها المشكله دي، لان هي اللي بتذاكر وهي اللي بتودي التمارين وهي اللي وراها يعني وراها 100,000 حاجه على دماغها في نفس الوقت، فعلاقتها في هذا الموسم القادم موسم الدراسه بتسوء جدا مع اولادها، لانها طول الوقت هم شايفينها الشخص اللي بيزعق واللي بيدي اوامر واللي مستعجل ومضغوط وهكذا. لكن ترجع الام تزعل من بينها وبين نفسها انها كانت قاسيه او كان صوتها عالي او اتصرفت بشكل غير لائق، هنا تقوم نفسها ازاي وتهون على نفسها ازاي وتعدل سلوكها؟ طيب انا اولا بس بقول للامهات واحنا داخلين اهو على موسم الدراسه، بانه انت مش لازم تتحكمي في كل حاجه، مش لازم كل مجريات الامور تكون تحت تحكمي، يعني ان الامهات في الوقت ده خصوصا بيبقوا عايزين انه المواعيد تبقى بالظبط، الاولاد يبقوا بيعملوا الحاجه في الوقت، انه مثلا يرجعوا من المدرسه لازم يغيروا هدومهم في 10 دقائق، نقعد ناكل، ندخل مش عارفه ناخد شاور، نبقى تحسي انها كتيبه كده مش بيت بالظبط، مع انه احنا بنتعامل مع اطفال، فالاطفال دول طبيعي جدا انه حياتهم تبقى شويه مش منظمه، يبقى اليوم اللي احنا محضرين ان احنا نخلص فيه 10 حاجات يمكن يخلصوا فيه 5 أو 6 حاجات بس، فالفكرة ان هي ما تبقاش حتى توقعات اعلى من الحاجات، يعني تبقى عارفة سن اولادها، هي كمان عارفة طبيعة اولادها والريتم بتاعهم، فما تعلاش هي، اوقات كتيرة في اختلاف له علاقة بان الام نفسها سريعة بتعمل الحاجات بسرعة رتمها سريع، بس الاطفال مش كده، فدايما بيحصل الخناقه هنا، ان انا عندي توقعات انه ده لازم يخلص في الوقت ده، ولما ما بيخلصش في الوقت ده على طول بحس ان كل حاجه اتلخبطت. نهدي الدنيا، نحط توقعات معقوله، نبقى فاهمين ولادنا حسب عمرهم حسب الريتم بتاعهم، وانا ابقى فاهمه اني مش لازم اتحكم في كل حاجه. انا بقول للامهات من دلوقتي اللي انت قادره تعمليه اعمليه من غير ما ده يكون بيضغط عليكي، اللي انت مش قادره تعمليه ما تعمليهوش، مش في نظام في البيت يعني، انا ورايا حاجات كتير بالظبط. ما هي دي نقطه ثانيه، النقطه الثانيه اللي لها علاقه بانه كل ما كنت بخلي اولادي عندهم المسؤوليه يعتمدوا على نفسهم، كل ما كان ده بيقلل من عليا الحمل ده، ودايما بقول للامهات الاطفال تقدر تعتمد على نفسها من هي وعمرها حتى 3 سنين، يقدروا يبقوا معتمدين على فكره ان هم حتى يدخلوا طبقهم او كوبايتهم، يبقوا بيوضبوا حاجتهم ببساطه، حتى لو ما عملوهاش يعني بيرفكت، يعني مش هيعملوها بيرفكت، وكمان ما طلبش من الولاد انهم يعملوا الحاجه بنفس طريقتي. اوقات كتيره انه احنا الاطفال بتعمل فعلا، بس مش دي الطريقه اللي انا ببقى عايزاها، فده بيخليني على طول رايحه للخناقه. المشكله اللي بتحصل لها علاقه بالذنب والتقصير، بانه في ام كده بتطلع بالليل الساعه 12 بالليل مثلا لما باجي انام وانا على المخده، واقول
ايه ده اللي انا عملته ده، وانا ليه بصرخ كده طول النهار؟ طب انا من بكره الصبح هبقى كويسه جدا، مش هزعق. مع اول بقى حاجه تبقى بتجرب تصحي ولادها وما يصحوش تنفجر، يبقى الجيران كلهم بيسمعونا. مع 6 الصبح، دي الام دي مشهوره في العماره جدا. بالظبط. يعني هي الفكره انه كمان في، انا برجع اسال الامهات، فين الام اللي بتطلع بالليل قبل ما ننام؟ يعني نستحضرها بس كده ونقول لها تعالي ابقي معانا كده شويه، وابقى فاهمه بانه ندي للحاجه وقتها. طب الكلام سهل، يعني تعمل ايه خطوات عشان تبقى، ما هي اكيد مش عايزه تزعق وتبقى الست المجنونه اللي كل الناس شايفينها صوتها عالي ومش طبيعيه. ده كمان بيعمل لها صداع وبيأثر عليها جسمانيا، ومش بتعرف تعيش حياتها التانيه اللي هي تبقى متزنه في الشغل، تبقى لطيفه مع جوزها. أيوة. ما هو هي مش ام بس، هي حاجات تانيه كتير برضه. بالظبط بالظبط. طب تعمل ايه؟ اولا تعمل ايه، تبقى فاهمه بانه لما كنا برضو بنتكلم قبل الهوا بانه البيت مسؤوليه مشتركه. الحاجه اللي هي مش قادره تعملها او بتحس ان هي بتتعبها جدا، قدامها حلين، قدامها ان هي تفوض الحاجه دي لحد تاني، وهو الاب اذا كان موجود ممكن يعني يساعد. بالظبط، هو ممكن يساعد بشكل كبير، او تبتدي تعلم ولادها الحاجات اللي هم محتاجين يكونوا مسؤولين عنها. الحاجه الثانيه اللي بقولها عشان ما تبقاش حاسه بالذنب ده، انه كل ما كنا قادرين نوفر على نفسنا المشكله نوفرها. زي ايه؟ لو عندنا مشوار الصبح بدري، ليه مش بنرتب حاجتنا من بالليل؟ ده هيوفر لنا شويه وقت الصبح. لو انا عارفه ان ولادي بياخدوا وقت في الصحيان، ليه مش ببتدي وقت الصحيان ده من بدري شويه؟ لما بعمل جدول لليوم او بعمل ترتيب كده لليوم وببقى بشارك الاطفال فيه، كل ده بيساعد وبيقلل ان انا ما اكونش هذا الشخص اللي طول الوقت بيزعق او بيتعصب. صحيح، لانه كمان يعني في النهايه اللي عايزين نقوله ان احساسك بالذنب هو فعلا فعلا بيشلك جوه يعني اطار كده، لا هتعرفي تتحركي بيه ولا هتعرفي تتحركي لقدام، وبس بتخسري علاقتك باللي حواليكي وبس. ف يعني شويه تفكير وتنظيم، رحمه بنفسك الاول ثم بالاخرين. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه شيرين لويس، اخصائي نفسي وتربوي، على النصايح والمساعدات اللي حضرتك قدمتيها لنا. نخرج لفاصل ومن بعده فقرتنا الثانيه، خليكم معانا. لما الواحد بيروح بلد جديده بيبقى عايز يتعرف على معالمها، ينزل اسواقها، يشوف الناس، ومهم جدا جدا واحنا بنزور البلد دي ان احنا نجرب اكلها. جزء من انك تعرف الثقافه دي، تعرف المكان ده، تخلي حتى الذكريات تلتصق في مخك كده والصور تبقى ثابته، هي ان الواحد يدوق اكل البلد دي، بيعرف كتير عن ناسها وعن احوالها، و بيحس كده انه القعده على الاكل دي بتعمل الفه وبتعمل عشره بينك وبين المكان. الحقيقه ان المهندسه سميره عبد القادر قررت انها بعيدا عن موضوع الهندسه هي عايزه توثق للمطبخ المصري، وعملت مبادره اسمها المطبخ المصري لتوثيق الاكلات القديمه. كتير مننا ممكن يفتكر ان الاكله دي اصلها مثلا شامي، او الاكله دي اصلها مغربي، او الاكله دي جايه لنا من اوروبا وحاجه دخلت على مطبخنا جديد. لكن الحقيقه المبهر ان كل ما بنتجول في صفحتها بنعرف حاجات ومعلومات ما كانتش يعني معلومه بالنسبه لنا قبل كده. ايه اهميه المطبخ؟ اهميه المطبخ انه زي ما قلت لحضراتكم هو جزء من ثقافتنا. من فتره كنت بتفرج على تقرير على واحده من المحطات الاخباريه الامريكيه الشهيره جدا جدا، وخرج علينا المذيع الشهير جدا جدا مع ضيفه وبيعرض مجموعة من الأكلات بمنتهى الثقة. بيعرض لنا الفلافل والشكشوكة والكشري ويقدمها على أنها أكلات إسرائيلية أصيلة. طبعا أنا وكتير من اتفرجنا على التقرير اتحرق دمنا بامتياز، لأن الحقيقة ده ملوش أي علاقة بالواقع. جزء من ثقافتك ومن تاريخك مهما كان يبدو أنه هو تافه وبسيط وسطحي بيتسرق منك حتة حتة. ياخدوا اسم من هنا، يرتشوا بردية من هناك، ياخدوا حاجة من مطبخك، وفجأة تلاقي نفسك انك اتسرقت تاريخك وأرضك وواقعك وطبق الكشري بتاعك وطبق الفلافل اللي انت مشهور بيه. مهندسة سميرة أهلا بيكي، منورانا. أهلا بحضرتك. أهلا نورك.
أنا سعيدة جدا إن احنا حاطين قدامنا مجموعة من الأكلات اللي ما بين إن احنا عارفين إنها مصري، ما بين اللي احنا عارفين إن في لبس بيننا وبينها، زي الحلويات الشامية اللي طلعت مش شامية على حسب ما حضرتك بتقولي، على التوست اللي أنا فاكراه غربي بامتياز وحضرتك بتقولي لنا لا ده مصري. بالظبط. تحبي نبتدي من فين ولا فين؟ خلينا نبتدي أقول لك بموضوع الفلافل ده، عشان أنا بصراحة يعني من الحاجات اللي ضايقتني جدا جدا موضوع الفلافل الإسرائيلية دي. الفلافل احنا بنقولها في القاهره، القاهرين بيسموها طعميه، اسكندرانيه بيقولوها فلافل، وفي الشام برضو معروفه انها بيقولوا الفلافل الشامي. اه بالظبط. اصلها ايه الفلافل؟ بقى لها فتره عليها خلاف، وده برضو معلش اسمحي لي اقول لحضرتك في الاول بس، يعني ردا على المقدمه اللي حضرتك قلتيها، ان موضوع الاكل مش مجرد اكل وخلاص وطبخه، لا ده جزء من تراثنا وتاريخنا. يعني زي ما حضرتك قلتي، اسرائيل عشان تثبت ان هي بلد ليها تاريخ وانهم شعب موجود من زمان، فلازم يثبتوا انهم ليهم تراث وليهم اكلات وليهم عادات، فبداوا ينسبوا نفسهم حاجات كتير هي اصلا عندنا في مصر يعني. تمام. فبالظبط الفلافل بقى لها فتره عليها كده نزاع دول الشوارع. يقولوا احنا اللي اخترعناها والفلافل بتاعتنا، واسرائيل تقول بتاعتنا. فلما عملوا مسابقه في لندن وقالوا طب مين يقدر يثبت، ما فيش ولا بلد من دول قدرت تجيب دليل تاريخي ان هم مثلا كانوا بيعملوا الفلافل من زمان. لما قعدنا ندور بقى لقينا ان الفلافل كانت موجوده في التراث المصري وفي الاشعار المصريه، وعلماء المصريات اشعار كمان في الاشعار العاميه، وكانت موجوده بعده اسماء، باسم الطعميه وباسم ام الفلافل. في كمان علماء المصريات قالوا ان فطيره الفول دي كانت بتتعمل في مصر من زمان، من ايام العصر الروماني. فالحمد لله ثبت مصريتها يعني. وكمان كلمه فلافل اصلا جايه من الفول، والفول اصلا كلمه مصريه قديمه، كلمه قبطيه يعني، فهي بكل يعني كل الدلائل هي مصريه طبعا. الحمد لله يعني كده بتاعتنا. طبعا. هو احنا بس عشان احنا مش بنقارن اكيد طبعا، لا طبعا. الفلافل يعني مش بنقول نحطش في كفه واحده الفلافل الاسرائيليه والشاميه، اكيد يعني اهلنا في بلاد الشام ده وطن عربي. طبعا. وهم بس بيعملوها بالحمص، هم مش زينا بالفول. بس هو الغريبه ان حتى بعد ما بيعملوها بالحمص هي اسمها فلافل، يعني من الفول، من اسمها. أيوة. الاصلي. مش كده تبقى حمصيه بقى. حاجه ثانيه. اوكي. طيب الكشري. الكشري ده الاكله الشعبيه رقم واحد. يعني انا بزعل اول لما الاقي مطاعم كشري، يعني ده اكلتنا الشعبيه وكاتبين انه اصله هندي. يا نهار ابيض، جابوا منين هندي ده؟ انا مش عارفه، هم مصممين يعني. فلا طبعا الكشري ده من اقدم الاكلات المصريه. اوكي. يعني من ايام مانيتو نسمنودي لما وصف اكله، يعني كانت تعتبر اكله دينيه شويه. والله ازاي بقى؟ لانها كانت بتعتبر من ضمن الاكلات اللي في الشعائر الدينيه، وبعد ما دخول الديانات السماويه بداوا طبعا، كان ايام الصيام الاقباط كانوا بياكلوا الاكلات اللي هي النباتيه معتمده على البقوليات وكده، فكان الكشري موجود بس كان بيتعمل زمان بالقمح والمخلوط بالعدس والحمص. فده كان اول شكل للكشري، ودي فعلا يعني لقوا فخاريات فيها فعلا القمح المخلوط بالعدس والحمص مخلوط، فعلا فخاريات موجوده وموجوده دلوقتي في المتاحف، في المتحف الزراعي. فده كان اول شكل للكشري. بعد كده لما زراعه الارز دخلت مصر، بداوا المصريين يستبدلوا القمح بالرز، فبداوا يعملوه بالقمح والرز. بعد كده لما الطماطم دخلت في القرن ال 18 اواخر القرن ال 18 والقرن ال 19، بداوا يضيفوا الصلصه بقى والحاجات التانيه دي، التحابيش بتاعتنا بقى والبصل والحاجات. انا بقعد اسمع حاجات غريبه قوي، يقول لك الهنود دخلوا الكشري وبعد كده الايطاليين دخلوا عليه المكرونه، كان مثلا كان كاس العالم عشان يعملوا لنا طبق كشري يعني. موضوع كبر قوي. مش عارفه يعني الكلام ده كله منين بصراحه. طيب برضو من الحاجات اللي عليها النزاع الملوخيه. الملوخيه دي برضو من اقدم الاكلات المصريه ومعروفه يعني، وحتى علماء المصريات معروف ان من الفراعنه برضو، من أيام الفراعنة. مش ايام الفاطميين لا ولا لا, لا من قبلها، من ايام الفراعنه. ومعروف ان نبته الملوخيه دي ما كانتش كمان مجرد اكله، ده كان مجموعه النباتات دي كانوا بيستخدموا منها، يعني بيعملوا منها العلاجات وحلويات. عارفه حضرتك الماده اللزجه اللي في ساق النباتات الخطميه؟ أيوة. دي عملوا منها المارشميلو، فدي برضو مفاجاه. المصريين ده كان موجود من زمان. قدماء المصريين اول ناس في العالم يعملوا مارشميلو، اللي هي الحلوه اللي بتمط الخطميه دي. ايوه. بعد كده بقى دلوقتي بيعملوها بطرق تانية، بس هي المصريين اول ناس يعملوا، ودي برضو معلومه معروفه يعني موثقه. موثقه. تمام.
فالملوخيه بالطريقه دي، لان برضو في بلاد تانية بتعملها بس مش زي الشوربه كده، بتعملها ورقيه. بالظبط، مصريين عملوها بطرق كتير على مر العصور يعني. ساعات كانوا بيعملوها برضو مطبوخه كده، مش مش سايله، وساعات بيخرطوها، ساعات يعملوها ناشفه زي في الصعيد لغايه دلوقتي الشلاوله والحاجات دي. ايوه. طيب الحلويات دي احنا معروفين ان احنا بنقول ايه، عايزين حلويات شاميه اللي هي الزلابيا والبسبوسه والكنافه والحاجات دي، ايه اللي منها بقى؟ مع احترامنا للشام طبعا، هم برضو عندهم تراث خاص بيهم وحضاره عريقه يعني، بس انا برضو المصريين معظمهم، وللاسف حتى شيفات في التلفزيون يطلعوا يقول لك احنا الحلويات كلها اصلها شامي وتركي وما عندناش حلويات. أيوة، خاصه بينا بالظبط كده. الكلام ده مش صحيح خالص. الكنافه دي بالذات مصريه مليون في الميه. مش معقول. اسمها اصلا قبطي، كان اسمها كانفتن. وكانت ظهرت في مصر من قبل ظهورها في الشام بقرون طويله. وعايزه اقول لحضرتك ان من ضمن الحاجات يعني، شوف احنا بنعتبر ان الكلام عن اصول الاكلات حاجات تافهه ازاي. عايزه اقول لك ان في مؤرخين كانوا بيزوروا تاريخ الاكلات من 800 سنه. يعني في مؤرخ هو اتولد بعد معاويه بن ابي سفيان بحوالي 300 سنه. وهو طلع كتبه ان معاويه اول واحد اكل الكنافه. المعلومه دي مش صحيح يعني، احنا بحثنا في الاكلات، معاويه بن ابي سفيان كان معروف ان هو بيحب الطعام وكده. بحثنا في الاكلات اللي كان بياكلها، الكنافه ما كانتش موجوده فيها. بحثنا في الاشعار الامويه في العهد الاموي، ما كانش موجود فيها خالص الكنافه. واتضح فعلا الكنافه كانت موجوده في مصر، والمؤرخين والاشعار المصريين في العهد القبطي. ايوه يعني قبل، ما كانتش يعني، وظهرت في الشام بعدها بحوالي 500-600 سنه. ياه. وبالتالي وفي تركيا بعد كده، وبعد كده يعني في تركيا بقى بعد الفتح العثماني والحاجات دي كلها يعني. طب انا عايز اعرف حاجه، حضرتك مهندسه، انا ايه العلاقه؟ لا ده عشق خاص. ده شغف. بالظبط، انا بحب التاريخ عموما، بحب اعرف التاريخ. وبحب طبعا مصر والتراث المصري، وبحب الطبخ برضو والحلويات. واضح. فكان بيضايقني بصراحه موضوع ان احنا ما عندناش تراث وما عندناش تاريخ، لان شوفي حضرتك مثلا ايطاليا يقول لك المطبخ الايطالي، وهم معتزين جدا بثقافتهم والمطبخ بتاعهم وانه جزء من تراثهم. يعني احنا لو قلنا لهم مثلا ان البيتزا والمكرونه بداوا من مصر هيزعلوا مننا جدا، بس هم يعني برضه ظهروا عندنا قبلهم. والله وده كلام، والله مش كلامي، كلام مؤرخين يعني. بنفس الشكل، بنفس الشكل البيتزا، اول ناس المصريين عملوا الشكل بتاع اللي هو الفطاير. المصريين اول ناس في العالم عملوا الفطاير على فكره، والرومان نقلوها اوروبا، وعندي المقالات برضه بتاعت علماء المصريات اللي تثبت الكلام ده. طب انا عايز اعرف حاجه، اما الحاجات دي موجوده وموثقه ومؤرخه كده، اما ازاي يعني؟ ما هو ده اللي يجنن بقى. هو يعني عشان كده انا بدات اعمل الصفحه وحاولت، لان طبعا السوشيال ميديا دلوقتي اسرع يعني، يعني اسهل وسيله للانتشار وكده. وكانت بالشكل الشكل البيتزا او شكل البيتزا. انا قريت مقاله في احد علماء المصريات اللي هو من ضمنهم الباحثه ديلوين صامويل، هي يعني متخصصه في الموضوع ده. وكانوا بيقولوا ان كلمه بيتزا اصلا متاخده من كلمه بيتا، اللي هي كلمه يعني حضرتك عارفه دلوقتي في القرى المصريه بيقولوا عيش البتاو. طبعا دي كلمه مصريه قديمه اللي هي الخبز او طعام الالهه. فمن ضمن بقى البتاو دلوقتي العيش اللي بيتقال عليه العيش العربي، معروف في العالم باسم البيتا، دي برضو من الكلمه المصريه القديمه. يقال برضو نشتق منها كلمه بيتزا. فكل الحاجات دي كلها، لان المصريين عايز اقول لحضرتك كانوا يعتبروا ملوك المخبوزات يعني. عملوا الفطاير بكل الاشكال. غريبه جدا. يعني كانوا بيعملوا الفطاير اللي هي بشكل بيتزا، اللي هي الحشوه فوق الوش، والفطاير المحشيه الحلوه. طبعا رسومات، وفي مقالات وكل حاجه، وكلها موجوده على الجداريات الفرعونيه وفي المقابر. ناخد نسبه من المطبخ الايطالي. يا ريت والله. طب انت عارفه حضرتك ان دايما يعني في كده بيقال وسط الستات، مش بشكل علمي يعني، ان في زي ما حضرتك قلتي كده، في مطبخ فرنساوي، ايطالي، تركي، لكن بيقولوا انه المطبخ المصري ما فيهوش اكلات كتير. هو واخد من المطبخ يعني، مثلا تتكلمي على المحاشي مثلا يعني، عاده السفره المصريه بيبقى عندك عزومه تنوي ملوخيه وبط ومحاشي مثلا، فان دي لا، ده متاخد من الدولمه اللي هي تركيا اساسا، وكذا، وان الملوخيه مش اصلها عربي دخلت لمصر وهكذا. فتحس ان السفره مش بتاعتنا، لان سالفينها على فكره مش في المطبخ بس. احنا التراث بتاعنا في كل حاجه تلاقيه منسوب للناس ثانيه او يعني لشعوب تانية. المصريين معرفش ليه يعني، للاسف كل ما اتكلم مع حد يقول ما عندناش تراث. انا يعني احنا ما عندناش مطبخ. لا ما عندناش مطبخ، ده احنا ام المطابخ يعني. صحيح فعلا يعني.
طيب الفطير، الفطير بشكله اللي هو الفطير المشلتت بتاعنا بقى اللي هو التقليدي ده، الفطير المشلتت ده هو لغايه دلوقتي بيتعمل بطريقتين. ليه ساعات بيعملوه كده بطريقه ان هم بيفردوا العجينه خالص خالص ويقعدوا يقلبوها على يعني يطبقوها كذا مره، ده زي الفطير اللي عند الفطاطري بتاع اسكندريه مسكر دي. ايوه دي لغايه حتى الفطير المشلتت العادي بيتعمل نفس الطريقه، يعني يطبقوها كذا مره لغايه ما تبقى ايه، بحيث تبقى طبقات فوق بعض. يا اما بيفردوها خالص برضه وبيعملوها بشكل ايه حلزوني. تمام. لغايه دلوقتي المحلات والقرى بيعملوها بالطريقتين دول. عايز اقول لحضرتك الشكل الثاني اللي هو الحلزوني ده بنفس الشكل موجود في مقبره رمسيس الثالث، وبرده في نفس المقاله بتاعه الباحثه اللي انا قلت لحضرتك عليها صامول دالون، هي برده قالت ان ده هو ده اللي بتقولي الشكل حلزوني. ايوه بالظبط. بس ده فطير زي الفطير المشلتت هو هي الوصف بتاعه قالت انه ده اول فيلودو في العالم. فيلودو اللي هو الفطير المورق. يعني احنا دلوقتي الفطاطريه هم ده شكل تخيلي، يعني مش ده الشكل اللي كان في المقبره. الفطاطريه لغايه دلوقتي في ناس بيعملوه كده وبعد كده بيطبقوه، فالشكل الحلزوني ده احنا ما بيبانش فيه واحنا بناكله، لكن دي طريقه من طريقه تطبيق المشلتت موجوده لغايه دلوقتي. يعني لما بيتفرد جامد الشكل الحلزوني بيروح يعني شويه. ايوه. فهي ده وصف الباحثه بتقول ان ده اول فيلو دو في العالم. فيلو دو اللي هو الفطير المورق او الفطير الطبقات. أيوة. اللي هو بقى اشتق منه بعد كده الكرواسونات والباتيهات والحاجات دي كلها. يا نهار ابيض، احنا ليه فرطنا في حاجتنا كده؟ للاسف. طيب ممكن افهم الفطير، ممكن استوعب الملوخيه، الحلويات الشرقيه او المصريه، الطعميه، بس التوست، التوست ده معروف ان هو بتاع الفرنسيين، توست ومربى، توست وزبده، انه اكل الحواجات يعني. التوست او المقصود بيه الخبز المحمص، ده برضو من المقالات اللي انا برضو وانا بدور كده برضو اتفاجئت بيها. ان برضو مش كلامي، كلام برضو الباحثين الامريكان اللي هم المتخصصين بعلوم المصريات، قالوا ان المصريين القدماء اول ناس عملوا توست في العالم. يا ربي. كاتبين العنوان كده صريح يعني، مش تخمين او حاجه يعني. لان برضو قدماء مصريين من اوائل الناس اللي عملوا او هم اول ناس اكتشفوا التخمير او عملوا الخبز المختمر. تمام. كان زمان في الحضر يعني في الانسان عموما اول ما بدا الطهي وكده كانوا بيجيبوا بس الحبوب يحطوا عليها ميه ويحطوها على بشكل بدائي كده. ايوه بالظبط وخلاص. وحتى بدا المتطور شويه وسائل الطحن وكده، بداوا يطحنوا برده الدقيق ويخلطوه بالماء وخلاص ويعملوه، كانوا بيسموه الخبز المسطح. بعد كده المصريين اكتشفوا بقى طرق التخمير وبداوا زي ما قلت لحضرتك يعملوا اشكال كتير جدا من الفطاير والمخبوزات، فبداوا يعملوا العيش المختمر، اول ناس عملوا العيش المختمر. وبعد شويه واجهوا بقى مشكله ان هو بدا يبوظ عشان حراره الجو، ما كانش فيه ثلاجات طبعا وكده، فبداوا يلجأوا ان هم يقطعوه ويحمصوه، اللي هو بقى دلوقتي بعد كده بقى التوست او المعروف لغايه دلوقتي الفايش الصعيدي، شكل من اشكال برضو التوست المتوارث من ايام قدماء المصريين. ده شكل الصور اللي معانا دي، ده شكلهم هم بيطحنوا الحبوب عشان يعملوا منها المخبوزات دي. بالظبط. فعملوا يعني قطعوا العيش عشان ما يبوس وحمصوه بالظبط عشان يحتفظوا بيه لاطول فتره ممكنه. لان حضرتك عماله تفاجئينا. طب ايه تاني ما نعرفوش عن برضو انواع الاكل؟ احنا بنسيبها اكتر للغرب، يعني التوست بقى او حتى العيش بانواع مختلفه، يعني اللي احنا بنشوفها انواع العيش مش عارفه الطويل زي الباجيت، مش لازم نفس الشكل تقريبا، بس الفكره يعني. احنا فاكرين ان في مصر احنا ما عندناش غير العيش البلدي. وهو جميل وصحي والعيش الشمسي طبعا اللي هو برضه الشمسي. لكن لا، احنا عندنا حاجات كتير جدا وكل قريه فيها وانواع، يمكن القرى الثانيه البتاو اللي قلت لحضرتك عليه ده موجود في الصعيد اكتر كمان، الصعيد وفي قرى وليه اسماء مختلفه، البتاو والمرحرح واسماء كتير يعني انا مش متذكرها كلها دلوقتي. وكل قريه بتعمله بطريقه مختلفه، وبدقيق الذره، وساعات كانوا بيعملوا كمان بيطحنوه يضيفوا عليه بقوليات، عدس مطحون وباميه مطحونه عشان يبقى فيه فايده غذائيه اكبر مثلا او ليه طعم. بالظبط. فاحنا طول عمرنا عندنا اشكال كتير جدا من الخبز، يعني مش هنقدر نحصرها دلوقتي يعني. تمام. طب ايه فكره انه في مناطق معينه، يعني مثلا تلاقي في بحري مشهورين بحاجه معينه، او مثلا في المنوفيه بالفطير، في مش عارفه في الصعيد مثلا بالبتاو اكتر، يعني ايه فكره ان كل منطقه ليها
اكلتها اللي هي مشهوره بيها اكتر من حته ثانيه. هو ده طبيعي، يعني حضرتك عارفه زمان طبعا مصر كانوا مملكتين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. أيوة. فكانوا دلوقتي كان كل جزء ليه شويه عادات مختلفه عن بعض، لكن بعد الاتحاد بدا يبقى فيه، هو يعني دلوقتي بقت العادات متقاربه دلوقتي شويه، يعني الفطير المشلتت موجود في بحري وفي ابلي و... يعني لا دلوقتي في حاجات كتير تعتبر متقاربه يعني، بس ما زالت في مثلا في اصناف اكل بقى معروفه بيها، مثلا قناه السويس يوم بقى كفته الجمبري والاسماك ايوه كل المدن القناه يعني كل أيوة. هتلاقي كل منطقه حسب بقى البيئه بتاعتها وال يعني والمنتجات الزراعيه اللي هي موجوده عندهم بقى بيستخدموها بشكل اكتر يعني. اوكي ايه اكتر حاجه فاجئتك وانت بتبحثي كده، يعني كنت استغربتي جدا الاكله دي طلعت مصريه؟ هو زي ما قلت لحضرتك من شويه المارشميلو غريب جدا. الملبن، الملبن كمان. الملبن دلوقتي انا لو حضرتك فتحتي ويكيبيديا هيقول لك مثلا ده اكله عثمانيه اتعرفت من القرن ال 17. تاني اكله عثمانيه اتعرفت في القرن ال 17. انا لما دورت لقيت في اساتذه التاريخ اتكلموا عن اكله مصريه كانت معروفه في العصر الفاطمي باسم الصابونيه. الصابونيه طبعا اساتذه التاريخ هم متخصصين تاريخ، فهم ما ده انا اللي عاملاه كمان. فهم ما يعرفوش المكونات، هم اكله اسمها صابونيه لكن ما يعرفوش ايه هي. ايوه احنا بقى عندنا مخطوطات للطبخ بدات تظهر وفي التسعينات اكتشفناها، في بقى كل اكله عباره عن ايه ومكوناتها ايه. فانا لما دخلت شفت مكونات الصابونيه دي لقيتها هي الملبن. مش معقول. بالظبط بنفس الطريقه، انا كمان عشان بعرف اعمل الملبن ف يعني قعدت ادور في كذا مخطوطه هو الملبن. فاذا الملبن موجود من ايام الفاطميين. يعني مش صحيح ان هو اكله عثمانيه او كده، وللاسف معروف بالعالم في العالم كله باسم تركيش ديلايتس. بالظبط كده، وبتتباع بتشيليون جنيه بالزبط. وسته في علبه قد بس كده بس بيلونوها، والمصريين كانوا بيلونوها على فكره، كانوا بيحطوا عليها الزعفران والوان مختلفه و... دي ايه بقى دي برضو من مقبره رمسيس الثالث. كل دي اشكال الخبز، اشكال مختلفه للخبز. الخبز كان له مكانه مهمه جداً عند المصريين القدماء زي ما هو عند المصريين الحاليين. طبعا. يعني الخبز ده جزء مهم في كانوا بيسموه طعام الالهه او الطعام المقدس، وزي ما قلت لحضرتك كان ليه اشكال كتير جدا وبيقدم لقرابين المخبوزات والمعجنات عموما. حضرتك برضو من ضمن الحاجات اللي سالتيني فاجئتني ايه، هقول لحضرتك الكحك مثلا. احنا دلوقتي يمكن في مصر ما عندناش غير نوعين ثلاثه كحك، وده للاسف لان في العصر العثماني حصل تراجع اقتصادي شويه، فالمصريين في اكلات كتير بداوا يستغنوا عنها عشان مكلفه مثلا. بالظبط. حضرتك عارفه مثلا في العصر الفاطمي كان في مصر كام نوع كحك؟ لا فوق ال 50 نوع، وانتقلوا لباقي البلاد. ده الاختلاف في الايه؟ في الحشو مثلا؟ الحشو والشكل المقلي. عارفه حضرتك مقلي؟ لو شفتي البلاد المغرب العربي هتلاقيهم بيعملوا حاجه اسمها المقروض المقلي، ده تقريبا كعب الغزال بتاعنا او المنين اللي بيتعمل في الصعيد بس بيقلوه. ياه. يعني بيحشوه برضو عجوه وكل حاجه ويقلوه بس تتقلي في ده كان بيتعمل في مصر من اكتر من 1000 سنه. مقلي ولا مقلي. كنا في مصر بنعمله مقلي. يعني الكحك المقلي ده كان نوع من انواع الكحك الموجود في مصر من زمان. الكعب الغزال وفي مواسم برضو ولا ده كان طول السنه؟ يعني عند المصريين دي حاجه احتفاليه؟ كان لا كان موجود على طول، بس طبعا طول كان بيشتهر اكتر بقى في العصر الفاطمي، كانوا بيشتهروا يعني بيهتموا بالاعياد وكده، فكان الحاجات دي بتشتهر اكتر في الاعياد. بس دي من ضمن الاكلات اللي في رحاله عراقي اسمه زرياب، معروف ان دي من ضمن الحاجات اللي نقلها معاه من مصر والعراق للاندلس، وبدات تنتشر بقى في الاندلس وشمال افريقيا وكده. في برضو في نوع كحك عندهم على شكل هلال، ده برضو في مصر كان بيتعمل بنفس الشكل الهلالي، ده كان اسمه الكحك الهلالي، وكان بيتحشي برضو عين جمل ومكسرات او بيطحنوا الجوز بنفس الطريقه بيتحط في العجينه. بالظبط. فكل الانواع دي كانت موجوده في مصر، كان في اكتر من فوق ال 50 نوع، بس للاسف معظمهم اختفى من مصر وانتقلوا لباقي البلاد وكده. كل المعلومات دي موجوده على صفحتك ولا بتفكري تعملي موسوعه يعني توثقي فيها كل الكلام ده بالصور، ما بين صور سواء من مصر القديمه، مصر القبطيه، الاسلاميه، عشان الناس تشوف يعني. هو طبعا معظم الحاجات دي انا فعلا نشرتها للصفحه، لان انا كان كل همي زي ما قلت لحضرتك التوعيه، يعني نفسي الناس يعني تغير فكرتها ان احنا ما عندناش مطبخ وما عندناش تراث والحاجات دي كلها. وبدات فعلا عملت كتاب والحمد لله اصدرت. يعني انا بفكر اعمل جزء ثاني ليه، بس هو الجزء الاول خلاص دلوقتي موجود فعلا في الاسواق، الطبعه الاولى الحمد لله خلصت. يعني كتاب اسمه الطبخ اصله مصري، تاريخ الاكلات المصريه، وفي معظم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده. يعني ان شاء الله بفكر اعمل جزء تاني باذن الله.
اولا الف مبروك على الجزء الاول. الله يبارك فيك. وعجبني قوي ان انك عاملاه فرعوني، خصوصا ان احنا الشهر ده بنحتفل بمرور 200 سنه على انشاء علم المصريات. حضاره عظيمه وجميله، واحنا مبسوطين ان احنا اولا مش بس بنتكلم كده وخلاص، احنا كل حاجة حضرتك بتقوليها أو كل حاجة اتقالت هي ليها أصل وليها وثيقة تثبتها. وزي ما بقول التاريخ تفاصيل كتير قوي في لوحة كبيرة بتتسرق حتة حتة، فعشان كده مهم إن الواحد يتمسك بكل تفصيلة وبحقه. فإحنا عندنا حق عند الفرنساويين في التوست والباجيت والكرواسون والحاجات دي، عندنا عند الطلاينة، ويعني إحنا سعداء بإن الإنسانية بتستفيد من المطبخ، من المطبخ المصري، لكن لينا الفخر ان احنا نعرف ان كل الحاجات دي، اكلات دي، اصلها من مطبخنا المصري، المصري القديم او القبطي او الاسلامي. بشكر كتير جدا مهندسة سميرة عبد القادر صاحبة مبادرة توثيق الاكلات المصرية، ومجهود عظيم، بشكر حضورك. ميرسي، شكرا لحضرتك. ميرسي جدا. وبالاكل الحلو اللي يفتح النفس ده بنخلص حلقتنا النهاردة، وبكرة ان شاء الله لقاء جديد. الى اللقاء.